أهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة وضيف جديد. انتهت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي جرت هنا في القاهرة بالفشل، وعادت الأمور إلى المربع الذي بدأت منه، وبدأت إسرائيل في شن غارات على قطاع غزة في الوقت الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية عدد من الصواريخ على مدن إسرائيلية. لماذا انتهت هذه المفاوضات بالفشل، ولماذا انهارت الهدنة؟ أسئلة نتوجه بها إلى ضيفنا الكريم السيد ماهر الطاهر، عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض هنا في القاهرة. أهلا بك أستاذ ماهر. نبدأ من حيث انتهيتم، لماذا انتهت المفاوضات بالفشل؟ المفاوضات انتهت بالفشل بسبب التعنت الإسرائيلي وبسبب الموقف الإسرائيلي، وتولد لدينا قناعة بأنهم يريدون إفشال هذه المفاوضات منذ البداية. يعني على مدى 18 يوم تعاملنا بصبر شديد، تعاملنا بمرونة، حاولنا فعلا أن نصل إلى اتفاق، ولكن ليس أي اتفاق، اتفاق يحقق الحد الأدنى من الحقوق وليس المطالب أو الشروط بالنسبة لنا كجانب فلسطيني. شعبنا في غزة محاصر يتعرض للعدوان، ولنا مطالب طبيعية يعني تتعلق بحياة الشعب اليومية. هم حولوا غزة إلى سجن كبير في 1,700,000، ممنوع الخروج، ممنوع الدخول، ممنوع دخول مواد، وبالتالي هذا الوضع غير محتمل. فإحنا تقدمنا بمجموعة من المطالب اللي بنعتبرها حقوق طبيعية وباتت معروفة للجميع، فك الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار، دخول مواد البناء، الإسمنت والحديد، من أجل أن نعيد بناء ما دمرته الحرب. وفي عندنا الميناء والمطار اللي بالأساس باتفاقات وقعت سابقا معهم، وهم دمروا المطار أساسا، وموضوع الصيد البحري حتى بدهم يموتوا شعبنا من الجوع، انه ما بيسمح لك تصيد الا لمسافه 3 ميل، و3 ميل ما في سمك حقيقه. فقلنا انه طبقوا الاتفاقات الموقعه 12 ميل. كل فتره المفاوضات يناورون، يخادعون، وعندما نتقدم بهذه المطالب يتقدموا بمطالب نزع السلاح، تدمير الانفاق، عدم تعزيز القدرات، بدهم يراقبوا كل شيء بيدخل وبيخرج من قطاع غزه. وبالتالي احنا بصراحة قلنا انه قضايا نزع السلاح والى اخره امر غير قابل للبحث، ومش هذا الشيء اللي جايين نناقشه. احنا شعب خاضع للاحتلال، ومن حقنا ان نقاوم هذا الاحتلال بكل اشكال المقاومة، وهذا ما صانته لنا مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. فمارسوا عملية ابتزاز كبيرة، حاولنا كل جهد انه نتوصل لصيام، وآخر شيء قدمنا بالأمس ورقة للأخوة في مصر أنه هذا الشيء اللي إحنا ممكن يعني يمثل، وظهرنا بالحيط وما بنستطيع يعني أن نقبل بأقل من هذا. أخذوا الورقة ولكن لم يردوا عليها، وخرقوا التهدئة وبدأوا بعملية قصف وممارسة عدوان جديد، ففشل المفاوضات يعود للجانب الإسرائيلي والكرة بالملعب الإسرائيلي. نعم، ولكن يعني المطالب التي عرضها الوفد الفلسطيني واتفقت عليها جميع الفصائل الفلسطينية هي معروفة منذ اليوم الأول للمفاوضات، فيعني لماذا وصلنا إلى هذه النقطة بعد كل هذه الأيام من المفاوضات غير مباشرة؟ وصلنا إلى هذه النقطة كما قلت لك، إحنا عدلنا عدة مرات بالصيغ التي قدمناها، وقدمت أكثر من ورقة، وقدمت أوراق من الأخوة في مصر أيضا، وأبدينا فعلا مرونة شديدة، وكنا نحرص على نجاح الدور المصري، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يكن يستجيب إطلاقا للحد الأدنى من حقوقنا ومطالبنا، وبالتالي سبب الفشل هو إسرائيل وليس الجانب الفلسطيني. ودليل ذلك أنه بالأمس تم سحب الوفد المفاوض الإسرائيلي قبل أن تنتهي التهدئة أساسا، وبدأوا بعملية عدوان جديد، وقال نتنياهو بالحرف، وهذا تصريح منشور لنتنياهو، أنه أنا أبلغت وأعطيت تعليمات للوفد الإسرائيلي بالعودة. لا، مش موضوع العودة، أعطيت تعليمات للوفد الإسرائيلي أنه المطالب المطروحة من إسرائيل أن لا يتزحزحوا عنها قيد أنملة، بمعنى أنه الجانب الإسرائيلي هو المتزمل. وما هي أهم هذه المطالب؟ المطالب الإسرائيلية كما قلت لك يريدون مراقبة أي شيء يدخل ويخرج من قطاع غزة، يريدون
موضوع الميناء والمطار لا يريدون بحثه بأي شكل من الأشكال. عرفت كيف؟ قضايا إعادة الإعمار وإصلاح البنية الأساسية، يعني بدهم يحولون أنه أنت لما بدك تدخل بلاطة أو كيس إسمنت لازم يكون مراقب من قبل إسرائيل ومراقب من مجلس الأمن وإلى آخره وإلى آخره. فلذلك وصلنا إلى قناعة أنه فعلا إسرائيل تعيش مأزق نتيجة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأنه الجميع يعلم أنه في هناك اختلال عميق في ميزان القوى. جيش بيقولوا عنه الجيش الرابع أو الخامس في العالم، يمتلك كل التكنولوجيا والطائرات وأسلحة الدمار، بيصمد شعب أكثر من شهر يقاتل بلحم ودم أبنائه ويملك إمكانات بسيطة ومتواضعة، وبعد كل الدمار الذي حصل والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت وعائلات بأكملها أبيدت وما عادت موجودة للسجل المدني، ما شافوا امرأة فلسطينية أو طفل فلسطيني أو شيخ فلسطيني بيقول أنه أنا أريد أن أستسلم. شافوا الشعب الفلسطيني يقول استمروا بالمقاومة. أنا شاهدت امرأة فلسطينية قالت أنه ابني استشهد بدي أرجع أخلف من جديد، بيتي اتهدم بدي أرجع أبني البيت من جديد. قاوموا واستمروا بالمقاومة، لأنه إحنا شعب يريد الكرامة ونريد الحرية، وهذا هو جوهر الموضوع. بالمفاوضات لا يريدون أن يقدموا لنا شيء، لأنه يبدو أمام الرأي العام هم في مأزق، أمام الرأي العام تبعهم هم في مأزق كبير، أنه كيف كل هذا الجيش وكل هذه الخطط، أنتم ما اكتشفتوا الأنفاق، وين أجهزة الاستخبارات اللي عندكم، كيف بوقع 70 قتيل حسب اعترافهم، كيف بوقع 500 جريح حسب اعترافهم. لذلك عارفين أنه سيواجهوا مشكلة، لذلك لا يريدون أن يقدموا لنا أي مكسب، يعني لأنه خايفين من الرأي العام الإسرائيلي. لذلك حاولوا أنه يفرضوا علينا شيء من الإذعان، أنه إحنا يعني نقبل بكل شروطهم إلى آخره، ونحن رفضنا هذا. نقطة أخرى، راهنوا أنه الوفد الفلسطيني ممكن ينقسم، وبالتالي هم طولوا أمد المفاوضات لأنهم راهنوا على إمكانية خلافات داخل الوفد الفلسطيني وانفجار داخله. إحنا كنا واعيين هذا الأمر، وبالتالي كل القضايا قدمناها بشكل موحد وبقينا متماسكين وسنبقى متماسكين. نعم أستاذ ماهر، القناة الثانية الإسرائيلية ذكرت أن قطر هي من أفسدت المفاوضات بصورة غير مباشرة، ما تعليقك؟ والله إحنا بالنسبة لنا يعني أنا ليس لدي معلومات بهذا الجانب، لكن بالنسبة لنا أي حل للموضوع اللي إحنا عم نواجهه بوابته مصر الحقيقة، ومن الطبيعي أن تكون مصر، ونعرف إحنا أنه لا بديل للدور المصري، مصر الشقيق الكبرى ومصر بوابة غزة، وبالتالي أي حلول في هناك أدوار أخرى محاولات أخرى أنا ليس لدي معلومات بالحقيقة حول هذا الأمر، لكن إحنا لا نثق بقطر ودور قطر. نعم، ولكن يعني بالفعل الرئيس محمود عباس أبو مازن هو اليوم في قطر لمباحثات هناك، هل هناك ربط ما بين هذا الخبر وما بين تلك الزيارة؟ أنا حسب ما علمت من بعض أعضاء الوفد يعني الفلسطيني أنه زيارة أبو مازن لا علاقة لها بما يجري هنا، هكذا يعني نقل إليه. بالرغم من اعتراف بعض المسؤولين الإسرائيليين بأنه هذه الحرب الأخيرة لم تحقق أي من الأهداف التي كانت ترجوها إسرائيل من ورائها، وأنه إسرائيل تكبدت خسائر، وأنه حتى نتائج الحرب لا تعد بالخسائر في الجانبين ولا حتى بالخسائر البشرية ولكن بالأهداف المرجوة، وبهذه الحسابات فإن إسرائيل لم تحقق شيئا، فلماذا تعيد الحرب مرة أخرى وتفشل المفاوضات؟ إسرائيل في مأزق. نعم. ولا تعرف حقيقة في مأزق وفي ارتباك شديد، ولا تعرف كيف تتصرف. أولا هي لا تستطيع ولا تريد ولا تتجرأ أن تقوم بعملية اقتحام بري لإعادة احتلال قطاع غزة، لأنها تدرك حجم الخسائر التي ستقع بها، وتدرك أنها لا تستطيع لو دخلت غزة لا تستطيع البقاء فيها وستخرج منها، لأنه بدها تتعرض لحرب استنزاف كبيرة فيما لو دخلت وبقيت. فهذا الموضوع بالنسبة لها غير قائم. لجأت لعملية القصف والدمار والقتل، وهذا أظهرها أمام الرأي العام العالمي
أكثر من أي وقت مضى أنه فعلا قوة إرهاب واقتراف جرائم ضد الإنسانية. وأساسا الأهم من كل هذا أنه أصبح الجيش الإسرائيلي بنظر الشعب الفلسطيني والشعب العربي والمسلمين والعالم كله أنه ما هذا الجيش؟ هذا ليس جيشا محاربا. الجيش المحارب بيجي تفضل تقدم تقاتل قوية، أما جيش بيبيد عائلات بأكملها، بيقصف مساجد، بيدمر مدارس الأمم المتحدة، هذا ليس جيش، حقيقة ليس جيش. وبالتالي هذا الموضوع خلق عندهم حالة هستيريا، أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون. يريدون إيقاف إطلاق الصواريخ، فبدأوا يلجأوا يعني عمليات قصف وتدمير. ما قدروا ينهوا منصات الصواريخ، فبدأوا ينتقموا بضرب المدنيين. لذلك الآن هم في حالة هستيريا وفي حالة تناقضات داخلية شديدة التعقيد. هذا شو سببه؟ سببه بالأساس ليس ما تملك المقاومة من قدرات عسكرية، لأنه إحنا ما في مقارنة بين يعني مع إسرائيل هذا سببه صمود شعب 1,700,000 لديهم قناعة أن إسرائيل لا تريد حل سياسي، أن إسرائيل تريد يعني تحويلهم ووضعهم في سجن كبير وتتعامل معهم على أساس معتقل كبير، وبيموتوا ببطء. فحسموا خيارهم ووصلوا إلى نتيجة أنه طالما موت بطيء وحصار فليكن ما يكن، لا إحنا بدنا نواجههم وليكن ما يكن مهما كانت الخسائر مهما كانت التضحيات. وهذا هو مزاج الشعب الفلسطيني الآن في قطاع غزة. لذلك إسرائيل في حالة ارتباك الحقيقة، لا تريد أن تقدم لك أي مطالب حتى لا يتعمق مأزقها في المجتمع الإسرائيلي، وبذات الوقت ما عارف شو تعمل إذا بدها يعني تلقي الأمور. أيضا لديها قلق يعني لذلك إسرائيل حقيقة في حالة ارتباك. وأنا يعني ببساطة بقول أنه طيب إحنا المطالب اللي قدمناها هون شو هي هاي المطالب؟ أنت لما تيجي تقول فتح المعابر، إدخال مواد بناء، الميناء والمطار وفق اتفاقات سابقة موقعة معهم، صيد بحري، يا أخي ليش بدك تموت الناس من الجوع؟ أنا بدي أصيد في حوالي 5,000 صياد في غزة، لماذا لا توافق على هذه المطالب؟ يريدون تركيعنا، ولكن هم في وهم كبير، الشعب الفلسطيني لن يركع. وعندما سيعودوا للعدوان أيضا سيفاجأوا بحجم الصمود الشعب الفلسطيني وبحجم الخسائر التي ستقع. نعم، إذا نجحت المقاومة الفلسطينية في إفشال ما ترنو إليه إسرائيل، ولكن ماذا بعد فشل المفاوضات؟ هذا ما سوف نستكمله معك بعد الفاصل، فابقوا معنا مشاهدينا. لم يتم هيكلة وتطهير وزارة الداخلية. مفيش أطفال يبقوا تحت الكباري. حراك نحو المستقبل بعيون ترصد الماضي. من المهم جدا أن يكون هناك شخصيات ذات ثقة تقود هذه الانتخابات. عارف يعني إيه؟ إزاي بيصنع الخبر؟ إحنا بالنسبة لنا خيار الإخوان ده غير وارد. قضايا شائكة، تساؤلات وإجابات. الفريق سامع علينا وبين إخواني يقول لنا حصل إمتى وإزاي. اعتصام مفتوح بلا نهاية. المشهد يتغير كل ساعة، والتفاصيل في مصر في ساعة. يوميا على الغد العربي في الأوقات التالية. من سوريا تابعوني أنا موسى العمر على الغد العربي.
أهلا بكم من جديد. إذن أستاذ ماهر، الوفد الفلسطيني بدأ وكأنه على قلب رجل واحد في عرض المطالب التي جاء للتفاوض من أجلها هنا في القاهرة. هل ما حدث أنه يعني ما رهنت عليه إسرائيل أنه حدث انقسام، حصل خلاف ما بين الفصائل الفلسطينية داخل المفاوضات، أم أنه الأمر استمر حتى النهاية على قلب رجل واحد؟ أنا واثق أنه إسرائيل راهنت على انقسام الوفد، لأنها بتعرف أنه في يعني آراء بإطار الفصائل. إحنا وفد مظبوط ضمن خيمة منظمة التحرير ووفد واحد، ولكن في تباينات بالآراء. كانت إسرائيل تراهن أنه طيب خلينا نرهقهم، نرهق أعصابهم، فممكن يصير في تباينات جدية وينفجر الوضع. هذا ما حصل، لأنه كنا فعلا واعيينه بشكل جدي، وفي شعور مسؤولية عند الجميع كان بالوفد الفلسطيني. الشيء الآخر المهم، وهذه نقطة بعتقد أنها يعني في غاية الحساسية والأهمية، إسرائيل تفكر الآن بما يلي. هي انزعجت جدا لما صار موضوع حكومة التوافق الوطني، لأنه كانت كتير مرتاحة على الانقسام. لما صار موضوع حكومة التوافق انزعجت جدا، وبتعرف أنه عندما الموقف الفلسطيني بتوحد فهذا بيعطي قوة كبيرة للفلسطينيين، رغم أنهم فعلا كانوا يعني يمارسوا سياسة أنه لما كان انقسام يقولوا للرئيس أبو مازن أنه أنت طيب مين بتمثل، ما في غزة يعني خارج سيطرتك وفي حكومة تانية وإلى آخره. ولما صار حكومة التوافق الوطني صار يقولوا تحالف مع حماس، مع العلم أنه الحكومة يعني ما لها علاقة بحماس، حكومة تكنوقراط وشخصيات مستقلة وشكلها أبو مازن، وقال هاي حكومتي وملتزمة ببرنامجي. ولكن مع ذلك إسرائيل لا، بدها استمرار الانقسام. الآن أثناء المفاوضات إسرائيل عم تفكر ما بعد المفاوضات، أنه هل الأمور ستسير باتجاه أنه إذا نجحوا الفلسطينيين وحققوا بعض المطالب بعدها بدهم يسيروا خطوات أوسع نحو تعميق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. إسرائيل تريد منع هذا الموضوع وعرقلته، وهي نقطة في غاية الأهمية. إحنا يجب أن نسعى أنه لا، يجب أن نوحد خطواتنا. وبالمناسبة حماس قالت بوضوح، إحنا تناقشنا مع حماس، قالت بوضوح إحنا وافقنا على حكومة توافق وطني، الحكومة تأخذ المعبر، الحكومة تأخذ الأمور في غزة وتيجي تتولى كل المسؤوليات وكل السلطات، والأمور ستسير بهذا الاتجاه الآن. وبالتالي هذا الموضوع الإسرائيلي لم ينجح. يعني هل ستستمر هذا الموقف الفلسطيني الموحد، هل سيستمر ما بعد المفاوضات؟ الفصائل الفلسطينية ستسير في اتجاه الحكومة الموحدة، يعني الموقف الفلسطيني لن يتجزأ مرة أخرى؟ لن يتجزأ، نعم. احنا شوف، حتى أكون صريح معك، لما خضنا المفاوضات كانت تبرز بيننا آراء حقيقة متعددة، ولكن نتحاور نتناقش وبالنهاية نوصل لموقف موحد. وكل ما قدمناه عبر مصر للجانب الإسرائيلي كان موحدا الحقيقة وبالإجماع ومتوافق عليه. الآن إحنا أدركنا، يعني إحنا طبعا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من 7 سنين ونص وإحنا ندعي لإنهاء الانقسام، وإنه على ماذا تتصارعون وعلى ماذا تتقاتلون، هو أساسا في سلطة يعني في سيادة، ما سلطة في رام الله كانت وسلطة في غزة والسلطتين خاضعين للاحتلال، فما في شيء يعني نتصارع عليه الحقيقة، بيستاهل أنه نتصارع عليه. 7 سنوات ونحن نتحدث عن أهمية إنهاء الانقسام. الآن الحمد لله يعني حصلت حكومة التوافق، الآن الوفد المفاوض خاض تجربة موحدة، وهذا مشجع، وكان بالمناسبة بموضع ارتياح شديد عند الشعب الفلسطيني، وأنا جتني مئات الاتصالات حقيقة أنه الناس مرتاحة أنه يعني الفلسطينيين عم بيخوضوا المعركة بشكل موحد. صحيح. حقيقة، وهذا أمر مهم. صحيح. لذلك أنا أتصور أنه لا، بالفترة القادمة وعلى ضوء المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية وعلى ضوء المجازر التي ستجري في غزة، ما يجري لنا أمر غير طبيعي، جرائم حقيقية تقترف ضد شعبنا، دماء غزيرة تسيل طاهرة وزكية، أليس أقل ما يمكن أن نكون موحدين ونعزز خطوات التوحيد؟ وهذا يتطلب من الرئيس أبو مازن دعوة اللجنة العليا، الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا اتفقنا عليه باتفاق القاهرة أثناء حوارات القاهرة للوحدة الوطنية، كان في عنا عنوان منظمة التحرير، وقلنا وهذا منصوص عليه بالاتفاق وموقع هنا في مصر، أنه دعوة يكون هناك إطار قيادي
تحت إطار منظمة التحرير بضم الأمناء العامين للفصائل بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة. هذا الإطار بيجتمع بشكل دوري منتظم وهو الذي يدير الشأن الفلسطيني. مع الأسف هذا الموضوع ما طبق خلال السنوات السابقة. الآن مطلوب إذا فعلا في جدية باتجاه تعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام أن نشرع بدعوة هذا الإطار لاجتماعات منتظمة ونناقش كل الشأن الفلسطيني. وضمن هذا الإطار إحنا ممكن نقول يعني لما يتجمع إطار فلسطيني واحد ممكن يعني نناقش إذا في أخطاء حاصلة ممكن نقول لحماس ليش أنتوا عم تتصرفوا هيك ولا آخره. بصراحة بقول لك إنه إذا نجحنا بأنه هذا الإطار يمارس دوره أنا بتصور أن الوضع الفلسطيني بيمشي على سكة سليمة وبالعكس هذا بيعزز صمود الشعب الفلسطيني. يعني حاولت بعض الصحف الإسرائيلية والصحف الغربية ترويج مسألة أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل إسرائيل في المنطقة وأنه يدعم الموقف الإسرائيلي وتستغل الخلاف الحادث ما بين النظام المصري وبين حركة حماس لمحاولة تصوير الأمر على أنه يعني مصر تلعب دورا لصالح إسرائيل. فكيف توضح حضرتك هذا الأمر؟ إسرائيل عندما شنت العدوان على قطاع غزة أيضا كانت تحاول أن تستغل انه في خلافات بين يعني مع الاخوان المسلمين وانه حماس اخوان مسلمين وحماس موجوده في غزه وتدير الوضع في غزه فحاولت ان تستغل هذا الوضع. ولكن الهدف الحقيقي مش حماس، الهدف الحقيقي هو الشعب الفلسطيني باسره، الهدف الحقيقي تدمير البنيه التحتيه لشعبنا، اضعاف شعبنا وتجريده من كل عناصر القوة. هذه هي المعركة الحقيقية. هذا الموضوع أدرك الرئيس أبو مازن وكانت بتراهن أيضا مش بس على موضوع خلافات بين حماس ومصر، كانت بتراهن أيضا على الوضع الداخلي الفلسطيني أنه في يعني صراعات وانقسامات داخلية. الرئيس أبو مازن أدرك هذا الموضوع لا وقال أنه هذا يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي بدنا نواجه الأمر بشكل موحد، وفعلا تصرف على هذا الأساس. والإخوة في مصر أيضا مدركين بهذا الموضوع وبالتالي بفصلوا بين أي موضوع خلافات يعني مع حماس وإلى آخره وبين من يتعرض له الشعب الفلسطيني. وبالتالي بعتقد أن المخطط الإسرائيلي أحبط والمراهنات الإسرائيلية أحبطت. أستاذ ماهر، مع يعني انتهاء المفاوضات وتجدد الحرب مرة أخرى ومن يدفع ثمنهم الأبرياء من الفلسطينيين في قطاع غزة، كيف ترى الموقف الدولي ورد الفعل حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم هناك؟ الموقف الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية غطت العدوان الإسرائيلي وتغطي السياسة الإجرامية الإسرائيلية وهي يعني طرف منحاز بالكامل إلى جانب إسرائيل، وجميعنا يعلم هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات الدولية. موقف فرنسا، بريطانيا أيضا موقف منافق يعني. وبالتالي يعني احنا على المستوى الدولي مواجهين مشكلة كبيرة انه عالم يعمل وفق ازدواجية المعايير ولا يعمل وفق مبادئ القانون الدولي. ولكن هناك نقطة جدا مهمة انه في من خلال هذا العدوان اللي حصل في قطاع غزة وحجم الجرائم اللي اقترفها لمسنا انه فعلا في تحرك جدي على مستوى الرأي العام العالمي. صحيح. مثلا في جنوب افريقيا قامت مسيرة شارك فيها حفيد نيلسون مانديلا، سارت لمسافة 4 كيلومتر وشارك فيها 250,000 إنسان. حصلت مظاهرة ضخمة جدا في بريطانيا، بأمريكا اللاتينية، بأوروبا، 5 دول لاتينية سحبت سفراءها فحصل وبوليفيا أعلنت إسرائيل دولة إرهابية. صحيح. حصل تحرك جدي على مستوى الرأي العام العالمي غير مسبوق يعني. وبعض الدول كما أشرت أيضا أخذت مواقف جدية هذه المرة. هذا على المستوى الدولي. إحنا اللي آلمنا كثير الحقيقة الوضع العربي اللي كان يعني محيط فينا كفلسطينيين، وربما تفسير هذا الموضوع إحنا على ثقة أن الشعب العربي في كل البلدان العربية يقف إلى جانب يعني الشعب الفلسطيني ويعتبر قضية فلسطين قضيته. إحنا بنعرف الشعب المصري
وماذا تمثل بالنسبة إلى فلسطين والتضحيات اللي قدمتها مصر. كل الشعب العربي في سوريا، في اليمن، في تونس إلى آخره. لكن يبدو انشغال البلدان العربية يعني بمشاكل غير عادية عم نمر فيها بعد ما سمي بالربيع العربي، في مشاكل حقيقية سياسية اقتصادية اجتماعية، وفي بعض الدول العربية داخلة يعني وضع طاحن داخليا. فلا شك أنه هذا الوضع أثر، يعني لأنه العالم العربي كله الآن عم بيعيش مرحلة مخاض وفترة غير طبيعية واستثنائية في تاريخ أمتنا العربية. لكن إحنا على ثقة أنه شعبنا العربي معنا، لكن هذه الظروف التي أحاطت، ويمكن كمان يكون في ضعف للأحزاب والقوى السياسية اللي برأيي يعني لازم يكون تحركها أكثر فاعلية يعني مواجهة هذه المجازر التي تقترف. نعم، مع تجدد الحرب هل تراهن على صمود المقاومة الفلسطينية أكثر؟ ما عندي ذرة شك بصمود شعبنا أولا وصمود المقاومة. ليش؟ لأنه شعبنا شعب يعشق الحرية، ووجه رسالة واضحة للعالم أنه عندما نخير بين يعني العبودية والشهادة، لا، خيارنا الشهادة والحرية والكرامة، وهذا أهم بالنسبة لنا من أي شيء آخر. وفعلا هذه الرسالة وجهت أولا لإسرائيل، وجهت للعالم كله، وبالتالي المقاومة ستصمد. وكون على ثقة أنه إذا بقيت الأمور بهذا الشكل، وإذا بقي العالم يتفرج على الجرائم التي تقترف ضد هذا الشعب الأعزل، سيتحول كل شعبنا إلى قنابل متفجرة، وسيفاجئ العالم ما الذي سيفعله الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. حتى يتجدد اللقاء تقبلوا تحياتي. إلى اللقاء.